عادل، تجدد القصف والهدنة تنهار، ما هي أجواء قطاع غزة في هذه اللحظة؟ يعني حتى الآن الحديث يدور وفقا لوزارة الصحة عن 6 من الضحايا وعشرات الجرحى الذين نقلوا إلى المشافي. حتى هذه اللحظة وزارة الداخلية تقول أكثر من 50 غارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي من شمال القطاع وحتى جنوبه، إضافة إلى مئات القذائف المدفعية التي تطلقها الدبابات وفقا لوزارة الداخلية، خصوصا على الأحياء الغربية لمدينة غزة، كذلك على مناطق شمال القطاع إضافة إلى المناطق الشرقية لخان يونس. الواضح أن عودة القتال، عودة الحرب بوتيرة في غاية الصعوبة وبوتيرة قاسية جدا، بمعنى أن هناك تصعيدا حادا في هذه الأثناء، على اعتبار أن الجيش الإسرائيلي عند بدئه للغارات الجوية اللي استأنف استهداف المنازل والمنازل والبنايات السكنية. وفي هذه الأثناء هناك منزل في منطقة النصر استهدف على ساكنيه، والحديث يدور عن وجود أيضا ضحايا بداخله. في كل الحالات قبل قليل أطلقت أولى الرشقات الصاروخية من الفصائل الفلسطينية، ويقول مصدر من كتائب القسام إن التعليمات صدرت للمقاتلين في القسام وفصائل المقاومة لاستئناف القتال والدفاع عن قطاع غزة. كل هذا يأتي أيضا في وقت عاد الطيران الحربي فوق أجواء كل مناطق القطاع والطائرات المسيرة بصوتها المرتفع جدا وتحليقها المنخفض فوق أجواء كل المناطق، وبدأنا نلمس في هذه الأثناء عشرات آلاف المواطنين يعودوا إلى مراكز اللواء وإلى المدارس. الشوارع ممتلئة لهؤلاء المواطنين الذين يتركون بيوتهم القريبة من خطوط التماس الشرقية لخان يونس الشرقية لوسط القطاع، وتلك المناطق الشرقية الأحياء الشرقية لمدينة غزة وبلدة جباليا في شمال القطاع. كلهم يعودون ويحملون بعضا من أغراضهم، يعودون إلى المدارس ومراكز الإيواء في منظر يشبه تماما المشهد الذي كان في الأيام الأول للحرب. عادل، فيما يخص ما دخل من مساعدات وكل هذه التفاصيل، دخلت وانتهى أمرها أم أنها مع انتهاء الهدنة ربما في جزء كبير منها لم يصل إلى مثلا من سيوزعها مستحقيها إلى آخره؟ ما موضوع المساعدات؟ يعني لا نعلم حتى الآن هل سيتوقف تدفق المساعدات أم لا، وإن كان هذا متوقعا سنفحص مع إدارة المعابر، لكن حتى ساعات الليل دخل أقل من 200 شاحنة، أقل من المعتاد الأمس، وربما يعود ذلك إلى ما يتعلق بالمفاوضات المتعثرة في ساعات الليل، وأيضا تأخير تسليم الإسرائيليين. في هذه الأسرى في هذه الأثناء تأتي بيانات وتعميمات من الجيش الإسرائيلي على المواطنين، واحدة من هذه البيانات التي تصل إلينا تباعا تقول إلى سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة، بمعنى الأحياء المكتظة جدا في مدينة غزة، يطلب الجيش الإسرائيلي من سكان هذه المناطق الإخلاء، ويحدد بلوكات بمعنى مناطق ومربعات سكنية للمواطنين في هذه الرسائل، كما أيضا رسائل أخرى يرسلها الجيش الإسرائيلي إلى سكان منطقة خزاعة وعبسان وبني سهيلة ومعن أي البلدات الشرقية لخان يونس في جنوب القطاع، ونعم يطلب من المواطنين إخلاء هذه المناطق، لكن لا يقول أين يمكن الابتعاد عن كل نشاط عسكري من كل نوع، لا تنتظر تحرك فورا، هكذا تقول هذه الرسائل، لكن لا تقول إلى أين الذهاب، على اعتبار أن مدينة غزة الأحياء الشرقية لمدينة غزة هي الأكثر اكتظاظا والكتلة السكانية الأكبر الذين لا زالوا صامدين في هذه المناطق والعدد الأكبر، وبالتالي نزوح هؤلاء المواطنين يعتبر شبه مستحيل على المستوى الواقعي. طيب على الأرض عادل، في ظل أنهم لا يعرفون أين يذهبون، هم في الحقيقة أين يذهبون الآن؟
يعني الناس تتحرك بدون معرفة أين الوجهة التي يتوجهون إليها، لكن في غالب الأحيان يتوجهون إلى المستشفيات، ويتوجهون أيضا إلى المدارس، مراكز الإيواء، ويتمركزون أيضا في محيطها في مدينة غزة إلى المدارس بشكل خاص، وإلى الكنائس، وأيضا في بعض المناطق التي يتمركز فيها هؤلاء النازحون بشكل عام. نعم، شكرا جزيلا لك عادل على كل هذه المعلومات حتى اللحظة. بالتأكيد سنكون في متابعة معك على مدار الساعة لانهيار الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل.